إذا كنت تشعر بالقرف أو شيء من هذا القبيل فلا تشاهد هذا الفيديو. طبعا هذه أحد قطع الأسماك غير مطهوة بتاتا، يعني من البحر إلى الصحن بالمعنى الحرفي. Tastes good. هذا أيضا أخطبوط غير مطهو بتاتا، أحبه مع الصوص. هذا الشكل. أوبس. نعم. طبعا الأغلبية يأكلون الساشيمي وهو السلمون غير مطهو، لكن هنالك عدد أسماك أخرى غير مطهو، هنالك varieties of them. هذه أيضا أعتقد سمكة التونة العنيدة، هي أيضا غير مطبوخة هنا كما تكون ترى. سأخذ أيضا بالصوص. إذا وضعت في عقلك أن تأكل لحما غير مطهو إذا سترفضه. It's about your mind. أوكي. لا أنصح دائما بأكل مثل هذه السمكة الغير مطهو، لأنه قد يكون ضارا خصوصا للمعدة الغير معتادة على هذا. أوكي. ولكن it's an experience، قلت أشاركها معكم. هذا أيضا برونز. Okay. برونز هو الذي يسمونه سلطعون البحر، هو أيضا غير مطبوخ. هذه قطعة السلمون. أنا معتاد صراحة على أكل السلمون بدون طهي. يعني لا يتواجد فيها كم أشياء غريب مقارنة بالأسماك الأخرى. السلمون هو أفضلهم الصراحة. أوكي. لا طبعا هذا طبيعة الحال مع السوشي، so you all know this. لكن تجربة أكل اللحوم بدون طهو، أسف الأسماك ليس اللحوم، أسماك بدون طهو، well it's a kind of good experience. هذا ما قلته، أنا أشاركها معكم اليوم. نمستي.